اخوتي اخواتي من جديد، كيف ما عرفتوا رسميا المغرب تفتح المجال الجوي، وفي النقطه الثانيه غادي نشاهدوا شهود عيان يعني تحكيوا تفاصيل ما قبل اقدام شخص بمدينه الرباط على رمي نفسه من على شرفه باحد الفنادق. بدايه غادي نشوفوا هذا الفيديو هذا ديال الفتح الرسمي للمجال الجوي للمملكه المغربيه. قررت السلطات المغربية استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة بداية من 15 من الشهر الجاري. هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية نظرا لأن المجال الجوي المغربي يظل مغلقا. إخواتي كيف ما سمعتوا وشاهدتوا، فالمملكة المغربية رسميا عبر بلاغ لوزارة الخارجية عنات أن فتحات المجال الجوي امام الرحلات وامام المغاربه المقيمين بالخارج وغير المغاربه باش انهم ممكن يدخلوا ارض الوطن، وكذلك يعني المغاربه اللي راغبين في السفر خارج ارض الوطن انهم ينتقلوا، وذلك جاء مباشره من بعد ما يعني صار متاح ابتداء من يوم غد الاثنين غادي يصبح متاح لكل شخص استفد مجرعتين من لقاح فيروس كورونا انه غادي يستافد من جواز التلقيحي. هذا الجواز اللي به غادي يمشي وبه ممكن يتنقل خارج ارض الوطن، لان هذا الجواز هذا يعني معترف به من طرف السلطات في المغرب وفي جميع البلدان، وذلك لانه مواكب يعني تحت رعايه منظمه الصحه العالميه. هذا فتح المجال الجوي المغربي كان منتظر نظرا لهذه النتائج اللي حققت المغرب في فيروس كورونا وايضا بعض الدول، ويعني كانت مجموعه المؤشرات تؤكد على ان فتح المجال الجوي قريب وقريب جدا، ولكن جاء الفتح بشروط، حيث ان وفق البلاغ ديال وزاره الخارجيه فتم تقسيم البلدان اللي غادي يجيو منها الزوار مثلا للمغرب، تقسيموا القسمين، قسم A اللي فيه يعني البلدان اللي عندها واحد الكونترول على فيروس كورونا، واحد عندهم يعني ربما نفس النجاح في التصدي لفيروس كورونا مع المغرب، وعندهم ايضا جوازات تنقل يعني واصلين في مراحل متقدمه، وعندهم احصائيات دقيقه، وهذه هي النقطه اللي كتركز عليها منظمه الصحه العالميه. ثاني حاجه اللي ثاني مجموعه اللي هي المجموعه اللي تتعلق بالبلدان اللي باقي عندهم الحاله الوبائيه او لا كتعرف حتى تطور في ارتفاع عدد الاصابات في يعني الفيروس يعني في الصيغه ديالو المتحوره وغير المتحوره، وما عندهمش معلومات دقيقه، يعني هادو تيبقاو ضمن البلدان اللي غادي يبقاو يعني مشمولين بديك نفس القيود اللي كانت قبل. نبقاو في المجموعة A اللي هي المجموعة اللي كتهمنا واللي تقريبا أغلب الدول الأوروبية ودول الشرق يعني غادي الناس اللي فيها باغيين يجيو المغرب غادي يستافدوا، حكما لأن عندهم تقريبا نفس يعني متقدمين في التصدي لفيروس كورونا. هاد الناس يعني ممكن انهم يجيو فقط انهم يقدموا وثيقه فيها يعني واحد نتيجه سلبيه ديال بي سي ار، ويعني وممكن انهم يقدموا وثائق اخرى اللي كتعلم انه على غير الوثيقه ديال المستفيدين من المغاربه ديال جواز تلقيحي، وفاش غادي يكونوا في ارض المغرب غادي يتجولوا بتلك الوثائق على غير يعني بنفس الطريقه اللي مستفيدين منها الناس اللي ملقحين جرعتين في المغرب اللي مستفيدين من جواز تلقيح. غادي نمشيو للنقطه الثانيه واللي شهود عيان غادي تشاهدوا، غادي نمرر لكم هذا الفيديو فيه شهود عيان تكشفوا تفاصيل حادث العشيه ديال اليوم. حادث في مدينه الرباط احد الفنادق، ان شخص يعني بدا يصرخ بدا يغوت وفجاه تهرم راسه من على شرفه من على فندق. غادي نخليكم مع هذا الفيديو ديال هذا الحادث المأساوي وهاد شهود العيان اللي كيوضحوا الحادث كيفاش مر، وتنتمنى اي حد اول مره كيشوفنا انه يشترك في القناه، وتنتمنى انكم تدعموا هذا الفيديو هذا بلايك. نتمنى لكم حد سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا من احد المشاهدين ديال هاد الضحيه. هاد السيد كان في واحد الكافي في الاوتيل
وبدا كيغوت مسكين وشد واحد الورقه كيغوت وبقى كيغوت شويه وهو يهبط مسكين للارض وهبط انتحر هبط للارض يعني صافي السيد خرجت منه يعني مات مسكين لا اله الا الله محمد رسول الله. شفت بعيني السيد بدا كيغوت في راس ديال الكافي في راس الاوتيل بدا كيغوت غوت تقريبا شي 4 غوتات ولا 5 وهو انتحر مسكين هبط انتحر مسكين. شفتي انت الجثه ديالو شفتها مسكين هو في اللي زار راسو مسكين طاح على وجهه طاح على الوجه ديالو مسكين ولا كامل دم وغطاوه بواحد الليزر بياض ومسكين تداوه لا اله الا الله. الحمد ديالي تبورش ما نكذبش عليك انا احد المواطنين الحمد ديالي تبورش وبقى فيا وعز عليا هذا المواطن هذا عز عليا هذا المواطن هذا مسكين توفى لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا السيد مسكين توفى لا اله الا الله محمد رسول الله وبقى فينا راه بقى فينا وبقى في الرباط كامل بقى في مدينه الرباط لا اله الا الله محمد رسول الله. مسكين راه كان في الكافي في راس الاوتيل وانتحر مسكين من راس الاوتيل ودابا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وهذا هو اللي كاين. السلام عليكم الاخوان. السيد هذا خوتي الله يرحمه كان مسكين كيشهد شي شهاد شهد واحد الوريقه طلع من التيرمينيس لوطيل ديال التيرمينيس قهوه ديال التيرمينيس لوطيل حداها جونا خوتي هادشي اللي كاين اخوتي الله يرحمه يوسع عليه الله يرحمه. هو والله ماشي في خاطره ماشي لخاطره ها هو مسكين بان ليا شويه مريض وصافي اخوتي وهادشي اللي كاين اخوتي الله يرحمه يوسع عليه. تي هضر شاد شي ورقه في يديه وتي هضر بصوت عالي و حتى شويه تنتفاجئوا بانه تلاح من 5 ايطاج تلاقي يديه وينتحر.